اليوفي الميلان يعرف جيدا مشاهدينا الكرام ان الخساره في حاله حدوث هذه الليله ستؤثر بشكل كبير على حلم افتكاك المركز الثاني. وكوادو ركله جزاء ركله جزاء لا لا نعم ركله جزاء لفريق اليوفي في 55 دقيقه. نعم ماركو اميليا في حواره واحتكاكه بالدبابه الغنيه كوادو السموع. سيناريو يساريه ذهبيه من بيرلو والقدم وكانت كره ارتورو فيدال على يمين الحراس. يتقدم فيدال كره في التسعين. وين كره في التسعين. رائع ممتاز جدا. العب يا حاكم الكره سجل وهات لنا اجمل صوره. ارتورو فيدال هو بطل الابطال دائما في اليوفي. بالرجال يوفي القدير مشاهدينا الليله بدايه ان يكون رائع ومثير. كره في الزاويه 90 نجوم اليوفي بالتحدي. لا ترحم الميلاني في هذه اللحظات يعاني من اقوى ضربات